اهلا بيكو. هنتكلم دلوقتي على ثالث مرحلة من مراحل حياة المشروع، وهي المرحلة اللي بتاخد اكتر وقت، بتاخد اكتر فلوس، وبتاخد اكتر مجهود، لكن المفروض ان هي تكون يمكن اقل حاجة في المجهود على البروجكت مانجر. ليه؟ لانه بيكون بذل كل اللي هو محتاج يبذله في مرحلة البلاننج وقعد ليها كويس، انكلودنج ازاي هيعمل كواليتي كنترول وهو. فيبقى مرحلة الاكسكيوشن بالنسبة للبروجكت مانجر هتتحول الى مرحلة توزيع العمل على الناس، تقول لكل واحد يعمل ايه امتى. في الحالة دي بتبقى خلاص بقى، يعني انت بتنفذ وبتتابع الخطة، لكن مجهودك بيستمر معاها فين؟ بيستمر في ان انت بتعدل الخطة على مدار حياة المشروع. طبعا المتابعة والتأكد من الكواليتي كنترول ودي برضو حاجات مهمة بيقوم بيها مدير المشروع، او على الاقل هي من مسؤوليات مدير المشروع. لكن انا بعتبر ان خلاص انت البالك بتاع شغلك خلص في البلاننج، والباقي هو اوركستريتنج بقى المشروع، ان انت تتاكد ان كل حاجه ماشيه صح، ولما يحصل حاجه غلط، وهيحصل حاجه غلط، لما يحصل حاجه غلط تاخد القرارات المناسبه وتعدل الخطه بشكل مناسب علشان المشروع يكمل ويتحقق ويتنفذ. يبقى لما نيجي نتكلم في مرحله الاكسكيوشن، يبقى هنعمل ايه؟ اساس الاكسكيوشن ما هو الا عمليه تنفيذ الخطه اللي احنا عملناها قبل كده. نبتدي بقى نجيب التيم، نبتدي نجيب الريسورسز بتاعتنا، الماتيريال، نبتدي ندرب الناس اللي عندنا، نبتدي بقى نعمل كواليتي اشورنس، نعمل مشتريات، نعمل تيم مانجمنت، نعمل كوميونيكيشن، ونوزع الانفورميشن على الناس، ونتاكد ان الستيك هولدرز متابعين معانا وشايفين كل اللي بيحصل اول باول، كل واحد حسب موقعه زي ما هنتكلم بعدين ان شاء الله، بحيث في الاخر ان عمليه التنفيذ دي تبقى كلها بالنسبه للبروجكت مانجر عباره عن عمليه ايه؟ تشحيم للانتر اكشن ما بين الناس وبين بعضها، والتاكد ان كل حاجه ماشيه بنعومه، ما فيش اي احتكاكات كتير. عشان كده بقول لك تشحيم للعمل. طبعا انا هنا ما اقصدش برضو تاني، علشان ما تفهمنيش غلط، انا ما اقصدش هنا ان شغل البروجكت مانجر خلاص ما بقاش مهم دلوقتي او بقى قليل، وانما طبيعه شغله هتبقى المتابعه والتاكد ان كل حاجه ماشيه كويس. عشان كده دايما برجع واقول بالرغم من ان مش كل فلوس قليله المفروض ووقت مش كبير بيتصرف في البلاننج، الا ان انت على قد ما تحط مجهود في البلاننج على قد ما بقيه المشروع بيمشي بشكل احسن، وبيبقى المجهود اللي مطلوب فيه اقل. يبقى احنا كده خلص الاكسكيوشن، وافكرك تاني ان الانيشاليزيشن والبلاننج والاكسكيوشن والمونيتورنج والكنترول والكلوزنج كلهم داخلين في بعض، مفيش واحده منهم ماشيه لوحدها وحد والباقي ايه واقف مستنيها او بيتفرج عليها، لا كلهم ماشيين مع بعض. يبقى احنا خلصنا الاكسكيوشن، من ناحيه ايه اللي بيتعمل في الاكسكيوشن هناخده ونروح على الكنترول او المونيتورنج اند كنترول، ودي يمكن اقل حاجه هكلمكم فيها، بس يعني ايه هخضكم بشويه حاجات كده على الماشي، لكن اقل حاجه هتكلم معاكم فيها. فاشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.